أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بتأهل فريق قرطبة الإسباني إلى الدور الثاني من مسابقة كأس ملك إسبانيا، والذي تزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفوز الذي حققه فريق قرطبة دلالة واضحة على الدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الإدارة برئاسة الشخصية البحرينية، حيث ضرب أروع الأمثلة بتحقيق رؤية مجلس الإدارة والحرص على المضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: إننا حريصون على دعم فريق قرطبة الإسباني في ظل الرئاسة البحرينية للنادي الإسباني وتواجد الشخصيات البحرينية على رأس العمل الاحترافي، والذي يؤكد مكانة وتميز الشخصيات البحرينية في تبوؤ المناصب الكبرى. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن تحقيق فريق قرطبة لانتصار ثمين في الدور الأول لكأس ملك إسبانيا يعطينا التفاؤل الكبير في مواصلة تحقيق الانتصارات والعمل على تأكيد مكانة رئيس النادي وحرصه على تقديم كامل الدعم للفريق قبل المباريات. وأتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح لفريق قرطبة في مبارياته القادمة. تأهل فريق قرطبة إلى الدور الثاني في مسابقة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على فريق الباسيتي بهدف نظيف جاء عن طريق اللاعب سامويل سيرينا في الدقيقة 62.